طيب نطمن أكتر على حالة الطقس من خلال دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بينضم هاتفيا. أهلا بك يا دكتور محمود. أهلا بحضرتك أستاذ هشام. أهلا بك يا فندم. كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. تطمينات يا فندم بقى من حضرتك لحالة الطقس النهاردة وثلاث أيام مقبلين إن شاء الله. هو طبعا زي ما حضرتك ما ذكرت النهاردة فرص سقوط أمطار ما زالت مستمرة على سواحلنا الشمالية مناطق من الوجه البحري، ولكنها أقل حدة من امبارح إن شاء الله، واعتبارا من غدا هتقل خالص كمية سقوط الأمطار وفرص سقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، يعني متوقع خلال الفترة القادمة حتى نهاية الأسبوع تكرار في الأحوال الجوية وزيادة سطوع أشعة الشمس. ده بدوره هيؤدي إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، هتعود طبعا حول المعدل بتاعنا إن شاء الله بالنسبة لهذا الوقت من العام، وإن شاء الله مع نهاية الأسبوع هيبقى عطلة نهاية الأسبوع ممتعة جدا وتسمح بالخروج لكافة الأماكن السياحية والاستمتاع بكافة الأماكن السياحية في جمهورية مصر العربية سواء في جنوب البلاد أو في شرم الشيخ ومناطق من سيناء. طب يا دكتور محمود درجات الحرارة هتتمحور حوالين كم درجة تقريبا خلال الأيام الجاية إن شاء الله؟ يعني إن شاء الله مع نهاية الأسبوع درجات الحرارة هتبقى من 20 ل 22 درجة مئوية، وده المعدل الطبيعي بتاعنا بالنسبة لهذا الوقت من العام. لما الظاهرة الجوية اللي هتبقى موجودة خلال الفترة القادمة زي ما حضرتك ما ذكرت الشبورة المائية، وده هيزيد كثافتها ان شاء الله الاربعاء والخميس، خصوصا طبعا على الطرق السريعه اللي بتودي الى مدن القناه محافظات الوجه البحري شمال الصعيد، هيقل معاها طبعا مستوى الرؤيه، عشان كده دايما بننصح في الفتره دي القياده بهدوء بقدر الامكان واتباع تعليمات الاداره العامه للمرور بخصوص السرعات. طب فيما يتعلق بالملاحه البحريه، الملاحه البحريه بالنسبه للبحر المتوسط معتدله جدا، ارتفاع الموج من متر لمتر ونص وتسمح بكافة عمليات الصيد والملاحة، في اضطراب نسبي في الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس بيعمل على رفع الأمواج إلى ما يقرب من 2 متر في العمق أو 2 متر ونص كمان، وده يوم الأربعاء والخميس بإذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، كنت معنا تليفونيا.